حقيقة تقال أن الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء عادي يهدف إلى استبدال قطع قديمة أو مهترئة أو أشكال تجاوزها الزمن بأشكال جديدة أكثر أمان، وهو الشيء الوحيد الذي تأتي به هذه النقود، بمعنى أنه غير قابل للتزوير بالسهولة التي كانت تتم للأوراق النقدية المتداولة سابقا. أما عن القيمة الاقتصادية فإننا نبقى بعيدين كل البعد عن المحاولات التي تمكن من تحسين قيمة الدينار، بمعنى أن قيمة العملة قيمتها الشرائية، تحسين قدرتها على مقاومة الانفلاسيون اللي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، التضخم اللي يعاني منه الاقتصاد الجزائري، اللي هو في الحقيقة يستوجب إصلاحات أكثر عمق وأكثر ألم للاقتصاد الجزائري. إذا في الوقت اللي كنا ننتظر بأن تفعل المعاملات عبر الشيك والمعاملات الإلكترونية التي تمثل في بلدان أخرى حوالي 97% من المعاملات، ها نحن نتكلم عن أوراق نقدية، نتكلم عن أشكال ونتكلم عن رموز في ظل انخفاض قيمة الدينار وفي ظل تهاوي القدرة الشرائية للدينار التي دخلت نفق منذ 2016، ليست هي قادرة على الخروج منها في الأيام القادمة في ظل الجمود في أخذ قرارات اقتصادية حقيقية. أستاذ كوبي، هل ممكن أن يساهم هذا الإجراء في استرجاع كتلة من الأموال التي تدور خارج يعني الأطر الرسمية، وذلك عبر استبدالها في البنوك بغية مواكبة هذا الإجراء؟ أبدا أبدا أبدا، بل الأوراق النقدية الجديدة ستضاف إلى الأوراق النقدية الموجودة التي يمكن أن تسحب بالموازات واستبدالها بقطع أو قيم جديدة، بمعنى أن الكتلة العملية المتداولة في السوق ستبقى هي، ولا أثر للنقود أو القطع الجديدة على امتصاص الكتلة العملية الموجودة في السوق الموازي، ولا تأثير لا بطريقة ولا بأخرى عن العملية التي كنتم تتكلمون عليها سيد ناصر. شكرا لك أستاذ محفوظ كوبي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على كل هذه